عايزين بقى ننتقل لجريدة الجمهورية ومراسلتنا العزيزة سلا حامد، ونتابع أهم الأخبار الرياضية في الصحف والمواقع المختلفة، وهيكون معاها الأستاذ حسام الغرباوي الكاتب الصحفي بالجمهورية. وعايزين نروح معاكي لأن الملف ده يعني أعتقد مفيش جورنان ما تكلمش عنه، مفيش مانشات مش كاتب عن كمان طوكيو 2020، وتحديدا بطل كوبا للمصارعة اللي هو انهار بالأمس بعد هزيمته من محمد متولي، وده كان تقريبا في 30 ثانية. الخبر ده انتشر بشكل كبير جدا، خلينا برضو نعرف تفاصيله منك يا سلا، اتفضلي. صباح الخير، طبعا برحب بيك يا نهاوند، واكيد برحب بيك يا كريم وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وبالفعل النهارده هاخدكم في جوله صحفيه جديده، ولكن من مقرنا طبعا مقر جريده الجمهوريه، جوله صحفيه جديده هتكلم طبعا معاكم عن ابرز الاخبار والعناوين في الصحف الرياضيه. وزي ما انت قلت يا نهاوند، يعني يمكن كل الصحف الرياضيه بتتكلم عن اكتر خبر انه يعني البطل كوبا للمصارعه بعد هزيمته طبعا من المصري محمد متولي طبعا في منافسات المصارعه في بس 30 ثانية. وكمان يعني أبرز الأخبار النهاردة منتخب كرة اليد ومواجهته النهاردة مع منتخب ألمانيا، وأكيد الثلاثي محمد متولي ومهاب مهيمن ومحمد إبراهيم كيشو، طبعا الثلاثي اللي بيمثلوا مصر في أولمبياد طوكيو. كل الأخبار دي النهاردة هنتكلم فيها بالتفاصيل مع الأستاذ الكاتب الصحفي والناقد الرياضي الأستاذ حسام الغرباوي. يمكن طبعا خليني في البداية أبتدي معاك أنا هواند وكريم بأول خبر من موقع يلا كورة. انتهى الحلم، مهاب يحتل المركز ال11 في نهائي الغطس بالأولمبياد. والخبر الثاني معانا من اليوم السابع، طوكيو 2020 بطل كوبا للمصارعة ينهار بعد هزيمته من محمد متولي في 30 ثانية فقط. وثالث خبر معانا من موقع في الجول، بسيناريو مجنون كيشو إلى نصف نهائي في يوم رائع للمصريين. ومن سكاي نيوز، مصر وألمانيا، هل يحقق فراعنة كرة اليد الفوز المنشود؟ ومن اليوم السابع، المنتخبات الأكثر تتويجا بالميدالية الذهبية في الأولمبياد قبل نصف نهائي طوكيو. طبعا دي أبرز أخبارنا النهاردة في الصحف الرياضية، وهنتعرف عليها بشكل أكبر مع الأستاذ الكاتب الصحفي والناقد الرياضي الأستاذ حسام الغرباوي. طبعا يا أستاذ حسام، في البداية برحب بحضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي، وفي البداية يعني عايز أتكلم مع حضرتك طبعا يعني على الثلاثي اللي بيمثلوا مصر طبعا في أولمبياد طوكيو، محمد متولي ومهاب مهيمن ومحمد ابراهيم كيشو. طبعا محمد يعني متولي بعد تاهله لنصف النهائي من منافسات المصارعه، ومهاب مهيمن بعد ما احتل المركز ال11 بعد ما وصل لنهائي الغطس، واكيد محمد ابراهيم كيشو بعد ما وصل لنصف النهائي من منافسات المصارعه الرومانيه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا بنتمنى لهم كل التوفيق، وان احنا طبعا مصر بتسعى ان هي تحصل على ذهبيه ان شاء الله في الاولمبياد 2020، خاصه ان احنا طبعا حصلنا على اول برونزيتين في التايكوندو، عيسى و اللاعبه الاخرى معاه باذن الله. فطبعا احنا بنحاول ان احنا نضيف هدايا ملاك، فطبعا احنا بنحاول نضيف ميداليه ذهبيه من خلال البطولات الفرديه الالعاب الفرديه اللي احنا كانت مصر بتتميز بيها. وطبعا احنا لقينا او شاهدنا محمد متولي ازاي ان هو يتغلب على جريجوريتش بطل كوبا بفارق 4-0 في خلال 30 ثانية. دي أول مرة تحصل، دي حاجة قوية جدا، ويعني في منافسة المصارعة أول مرة نشاهدها، والعالم طبعا أبهر العالم، وده ما جاش من فراغ. طبعا الإعداد الجيد شيء طبيعي، وخاصة إن هو قدر إن هو يصل إلى هذا هذه المنافسة أو الجولة بعد تغلبه على كيرل بيلاروسيا بفارق 9-1. طبعا ده يعتبر غير ما فيش تكافؤ بينهم بعض، ده بيأكد قوة محمد متولي، وإن شاء الله قرب ان هو يحقق باذن الله. وده طبعا بينطبق على كيشو، طبعا هو في وزن 67 قدر ان هو طبعا باداء متميز ان هو يتغلب على بطل ارمينيا كارين ب ب ب ب من خلال الترجيح، وطبعا قدر ان هو يوصل للدور ده من خلال اللي هو تغلبه 7-6 على
بطل كوريا الجنوبية دي ريو. طبعا ده بيؤكد ان الحمد لله هم ماشيين في مسار كويس وان احنا محتاجين كل الدعم. وكنا بنتمنى طبعا ان مهاب في الغطس من منصة 3 متر متحرك، ولكن طبعا هو وصل للمركز 11 من خلال 6 جولات ومحاولات قدر يحقق فيهم بعض النقاط الهامة. ولكن طبعا احنا في البطولة دي بنلاقي ان هم بيختاروا اللاعبين من 18 بياخدوا 12 لاعب بحيث ان هو ينافس في النهائي، ونتمنى لهم كلهم طبعا تحقيق الميدالية او اي حد فيهم يقدر يحقق ميدالية، عشان مصر بصراحة ما ينفعش ان احنا ما ناخدش اي ميدالية ذهبية. فكل التوفيق لأبطالنا هناك ان شاء الله، وكل الدعم مننا ليهم بإذن الله. استاذ حسام، طبعا النهارده هيكون في مواجهه مهمه جدا طبعا بالنسبه لفراعنه كره اليد، منتخب مصر طبعا لكره اليد ومنتخب المانيا. يمكن شفنا طبعا منتخب كره اليد من بدايه اولمبياد طوكيو اداء رائع في كل مباراه، وطبعا نتيجه ايجابيه. شايف حضرتك النهارده طبعا المواجهه دي ازاي النهارده، وتوقعاتك طبعا لمنتخب كره اليد؟ طبعا هو منتخب اليد احنا كنا بصراحه متوقعين له الاداء المتميز ده، هو مش من طوكيو، هو من كاس العالم اللي فات. احنا رغم ان احداث كورونا والعالم كله متوقف الا وما فيش معسكرات خاصه خارجيه مع منتخبات قويه، الا ان منتخب مصر قدر ان هو يحصل على يعني ايه ان ابهار العالم، قدر ان هو يبهر العالم بادائه الراقي جدا امام بطل عالم الدنمارك، لدرجه انه احرجه. وشفنا ان هو ما قدرش يحصل على الفوز الا بعد 4 اشواط، وتوقعنا ده في الاولمبياد المقامه في طوكيو حاليا، وده اللي احنا شفناه فعلا. يعني بدا البطوله بقوه امام البرتغال وقدر ان هو يتفوق عليه، وامام الدنمارك الخساره جت نتيجه بعض الحاجات خارجه عن ارادته، منها مثلا طرد احمد الاحمر مثلا لمده 2 دقيقة مع يحيى خالد، طبعا قوتين ضربتين اثر عندنا، ضربتي جزاء ما لسوء الحظ ما دخلوش، الى بعض الاخطاء الفنيه البسيطه، منها مثلا ان احنا التغطيه المركزيه في الدفاع دي اللي اثرت شويه. طبعا قدرنا نعوض امام اليابان والبحرين والسويد، كل ده ادى اولويه لمنتخب مصر، ودينا شايفين ان هو طبعا بينافس على ذهبيه بقوه ويستحق ده عن جداره، لانه هو بيملك فعلا عناصر جيده جدا قادرة على تحقيق ميدالية، وإن شاء الله النهاردة يفوز بإذن الله ويصل بإذن الله للنهائي إن شاء الله، ويحصل على ذهبية بإذن الله ان شاء الله. طب استاذ حسام، انا طبعا عايزه برضه اعرف من حضرتك، نتعرف اكتر عن المنتخبات اللي فازت بالميداليه الذهبيه، الاكثر تتويجا طبعا بالميداليه الذهبيه على مدار يعني التاريخ في الاولمبياد، مش بس اولمبياد طوكيو، لا على مدار التاريخ في الاولمبياد. والله المعروف التاريخ اثبت يعني ان منذ الاولمبياد من عام 36 في ما يقرب من 19 منتخب قدر ان هم يحصلوا على الميداليه الذهبيه، مقسمين منهم 5 منتخبات، وفي مقدمتهم المجر قدروا ان هم يحصلوا على 3 ميداليات ذهبيه خاصه في الخمسينيات والستينيات. ولكن في المقدمه من وجهه نظري بنلاقي الارجنتين، لانها خدت في 2004 و2008 ذهبيتين، وطبعا ده اقرب حاجه في الالفينيات. بيجي بعد كده طبعا انجلترا من اخر حاجه كانت 1900 و يعني في الحدود دي 1908 1912 قدرت ان هم تاخد ميداليتين. وبعد كده بنلاقي اوروجواي وروسيا كل منهم خد ميداليتين، طبعا يبقى المجر متفوقه طبعا، ولكن طبعا في الخمسينات ما تكررتش بعد كده، غير ان في بقيه ال 14 منتخب اللي حصلوا على ميداليه يلفت النظر ان احنا نلاقي الكاميرون ونيجيريا هم اقرب حاجه من القاره السمراء انه حصلوا على ميداليه ذهبيه. كنا نتمنى ان مصر تحصل على ميداليه ذهبيه، ولكن ان شاء الله باذن الله لما البطوله تنتهي هيبقى في طبعا اعاده ترتيب الاوراق تاني، ونعرف لازم يتعرف ايه اسباب الاخفاق، سواء هل اللاعبين هل محتاج دعم، هل الفريق. وطبعا شيء طبيعي ان احنا كنا نتمنى ان محمد صلاح طبعا ان هو يشارك، اكيد اثر، ومصطفى لاعب الزمالك المحترف في تونس
تركيا بره، طبعا كل دول اثر طبعا شيء طبيعي، ولكن طبعا هي دي الرياضه، اكيد في خساره وفي مكسب ولازم يبقى في روح رياضيه، بس شرط ان احنا نعيد تاني ترتيب البيت من الداخل، بحيث ان احنا ان شاء الله في الفترات القادمه لازم يبقى في اعداد مش لاعب عادي. احنا انا نفسي بصراحه يبقى مش الاعداد بطل اولمبي بس، لا انا مفروض الاعداد بطل الاولمبي دي انا من وجهه نظري يبدا من المدارس، ان احنا نحط حاجات او منهج ولو بسيط او مرحله من المراحل، بحيث ان نقدر ننتقي اللاعبين في جميع اللعبات من خلال من اول المدرسه لغايه انضمامه ليه، اذا كان بيمارس بس او بعد كده انضم لفرق ان شاء الله. هي دي من خلال ان الاولمبياد بالذات محتاج تركيز شديد وبدء من سنوات طويله عشان يقدر يحقق في سن صغير. ان احنا الاولمبياد تلاحظي ان هو السن لازم يبقى صغير 23 و24 و20، وده حتى احنا شفناه في تنس الطاوله ما بين كوريا الجنوبيه وفرنسا، كانت لعيبه فرنسا عندها 17 سنه وقدرت ان هي تصمد، هي خسرت في الاخر ولكن قدرت تصمد شوطين وتكسب شوطين منها، وده هتبقى عندها فرصه خمس فرص جايه او اربع فرص لانها سنها صغير ومستواها عالي جدا. هو ده اللي بنتمناه في مصر في جميع اللعبات ان شاء الله. بشكر طبعا حضرتك جدا يا استاذ حسام، واكيد كنا سعداء جدا ان احنا مع حضرتك النهارده. شكرا لحضرتك. طبعا يا نهاوند وكريم، ده كان لقائنا النهارده مع الاستاذ الكاتب الصحفي والناقد الرياضي الاستاذ حسام الغرباوي من مقر جريده الجمهوريه، وطبعا اللي اتكلمنا بالتفاصيل عن ابرز الاخبار النهارده واللي اهمها طبعا لقاء منتخب مصر النهارده مع المانيا في الربع النهائي من اولمبياد طوكيو، طبعا في منافسات كره اليد، والاكيد اتكلمنا برضو عن يعني توقعاته للثلاثي محمد متولي ومهاب مهيمن ومحمد ابراهيم كيشو. طبعا بشكركم جدا، والان العوده مره اخرى للاستوديو. واحنا كمان بنشكرك جدا على هذه التغطية، وبنشكر ضيفك يا سالة، شكرا ليكوا جدا.